بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم، معكم نسيم. أصدقائي، اليوم سأقدم لكم طريقة بسيطة لترويض كل أنواع الطيور بطريقة احترافية، وأهم شيء هو أن يعتاد العصفور نوعا ما في القفص، ومن الأحسن اختيار مثل هذا القفص الذي تشاهدونه أمامكم في الفيديو لتهدئته. بعدها سنراقب العصفور أي نوع من البذور يفضلها في غذائه اليومي لكي نحذفها منه ما لا يقل عن مدة أسبوع لكي نروضه بتلك البذور. معنا في هذا الفيديو زوج النعار أو كما يسمى الليك، سنقوم بترويضهما ببذور البريلا التي هي من البذور التي يفضلانها ويعشقانها كثيرا، وهذه ثالث مرة أقوم بترويضهما. فإذا نجحنا في المرة الأولى ستكون الأيام المقبلة أسهل بكثير من اليوم الأول، وترويضهما أصدقائي بشكل جيد سيكون الإنتاج منهما أسهل من الترويض، لأن الترويض هو الأصعب في تربية الطيور. ولم يبقى لي سوى أن أدعو لكم حظ موفق للجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.